مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في جولة الصحافة التي نطالع فيها ما تداولته الصحف الإقليمية والدولية الصادر لهذا اليوم. الجيش الإسرائيلي يستعد لتوجيه رد عسكري على تحركات حزب الله اللبناني، هذا أبرز ما تناولته الصحف الصادر اليوم. والبداية من صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت الحكومة اللبنانية ماضية في خطة عودة النازحين السوريين. قالت الصحيفة تؤكد أوساط حكومية لبنانية أن تنحي وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله أبو حبيب عن ترأس الوفد الوزاري إلى سوريا للبحث في عودة النازحين لن يؤثر على الخطة والقرار الذي سبق أن اتخذته الحكومة في هذا الإطار، مشيرة إلى أن حل هذا الموضوع هو قيد البحث لإيجاد حل يسمح للجنة الوزارية باستمرار عملها. وبينما ترفض المصادر الدخول فيما وصفته السجال، تقول للشرق الأوسط إن اللجنة لا تزال قائمة وهذا الموضوع هو قيد البحث، حيث إن الحل سيكون إما بتولي وزير آخر رئاسة الوفد أو أن تقوم اللجنة بعملها بشكل ثنائي، أي أن تعقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء المعنيين ونظرائهم السوريين. وتنفي المصادر الحديث عن عوائق سياسية وتقول حدث تأخير في تحديد موعد الزيارة من قبل رئيس الوفد لأسباب واعتبارات لا نعرفها ونحترمها، وإن كان الوزير أبو حبيب قد أوضحها في بيانه الأخير، لكن يمكننا التأكيد أن ذلك لن يؤثر على أي جهد أو جهود ستبذل في هذا الإطار. وبالانتقال إلى صحيفة العرب اللندنية التي عنونت إسرائيل تحذر حزب الله من المغامرة على الحدود، يرى مسؤولون إسرائيليون أن عدم الاستقرار السياسي في لبنان قد يدفع الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إلى صرف انتباه الرأي العام إلى نزاع مع إسرائيل. وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية على موقع الإلكتروني أن المسؤولين نقلوا تحذيرا إلى الحزب المدعوم من إيران الأحد بأن استفزازاته على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية يمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية، مضيفين أن زعيم الحزب نصر الله قد يعتقد أنه بمنأى عن أي خطر. وقال المسؤولون الإسرائيليون الذين لم تكشف الصحيفة عن هوياتهم إن أفعال حزب الله حتى الآن ليست بالخطورة التي كانت عليها في السنوات الماضية عندما جرى إطلاق صواريخ على فترات على إسرائيل والقيام بشكل منتظم بمحاولات اختطاف جنود إسرائيليين على الحدود. ويرى محلل الشؤون العسكرية في موقع ولاء الإسرائيلي أمير بوحبوط أن خطأ واحدا على الحدود من أحد الطرفين يفسر بشكل خاطئ من الطرف الآخر قد يقود إلى حرب بين إسرائيل وحزب الله. نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالا الكاتب نبيل عمر تحت عنوان أمريكا وإسرائيل حدود الأزمة الراهنة. يدور جدل واسع في إسرائيل حول ما يوصف بأزمة العلاقة مع الإدارة الأمريكية، والجدل حول هذه النقطة خصوصاً ليس موضوعياً تماماً بفعل استثماره الأزمة في السجال الداخلي بين القوى المتصارعة على السلطة والنفوذ. ونظراً لأن الحضور الأمريكي في الحياة الإسرائيلية قوي التأثير في الرأي العام، فإن كل طرف من أطراف الصراع يحرص على اتهام الطرف الآخر بإساءة السلوك إزاء الحليف الأول والأخير لإسرائيل. المعارضة تتهم الحكومة باستفزاز الإدارة الأمريكية من خلال تفريطها في القيم المشتركة التي بنيت عليها العلاقة الاستراتيجية مع الدولة العظمى، ويدخل في هذا السياق مضي الحكومة قدماً في مسار الإصلاحات القضائية المتحفظ عليها من قبل الإدارة، وكذلك وجود عناصر متطرفة في الحكومة تحرج بلغتها وسلوكها الإدارة الأمريكية وتضيق هوامش الدفاع عن إسرائيل. أما الحكومة فتدافع عن سياساتها بالمبالغة في ادعاء الاستقلالية عن السياسات والمواقف الأمريكية، حتى أن كثيراً من وزرائها وكتابها أظهروا استخفافاً بها ودعوا إلى تحديها ليس فقط في إسرائيل وإنما داخل الولايات المتحدة ذاتها، وقد بلغ الشطط في هذا الأمر حد الحديث الصريح عن بدائل بتطوير علاقات مع دول أخرى لا ترضى عنها الولايات المتحدة. نتنياهو هو العنوان الصارخ للأزمة الحالية، ونظراً لإدراك قوة التأثير الأمريكي في الرأي العام في إسرائيل فإنه يقيم وزناً يكاد يكون مصيرياً للاستنكاف الأمريكي عن تتويجه من قبل البيت الأبيض وإهماله المتعمد بإلقاء ضوء أمريكي كاشف على رئيس الدولة
الذي دعي إلى واشنطن. هو سياسي حاذق مثل نتنياهو يدرك مغزى دعوة رئيس الدولة بوصفها عامل ضغط من العيار الثقيل عليه وعلى ائتلافه. ونتنياهو كذلك يدرك أنه مشروع ترويض أمريكي وليس مقاطعة حاسمة، وقد فقد توازنه حين وضعته إدارة بايدن تحت شروط لا يستطيع الوفاء بها كي تفتح أبواب البيت الأبيض أمامه. وأصعب هذه الشروط هو التخلي عن الوزراء المتشددين الذين هم أساس بقائه في موقعه. إلى الشأن الشرق أوسطي، شرق أوسطيا، صحيفة العرب اللندنية عنونت أردوغان في جولة خليجية بحثا عن إنقاذ تركيا من أزمتها الاقتصادية. شرع رئيس النظام التركي رجب أردوغان في جولة خليجية شعار وتحصيل الدعم المالي والاستثماري الخليجي لإنقاذ تركيا من أزمتها الاقتصادية الحادة، في وقت يحاول فيه أردوغان تصويب مقاربته التقليدية في إدارة الأزمة المالية والتي عمقت أزمة الاقتصاد التركي وجعلته يلجأ إلى دول الخليج لمساعدته على الخروج من الورطة. وقبل مغادرة إسطنبول للقيام بزيارة إلى السعودية وقطر والإمارات تستغرق 3 أيام، لمح أردوغان إلى أنه على خط المصالحة مع الرئيس السوري بشار الأسد بما يتوافق مع نهج التقارب الذي تخطته الإمارات والسعودية، حتى ولو كان هذا لا يزال محل أخذ ورد في الدوحة. وقال أردوغان للصحفيين في إسطنبول إن تركيا لم تغلق الباب أبدا أمام المحادثات مع الحكومة السورية، في رسالة واضحة مفادها أن الرئيس التركي لن يسمح لموضوع سوريا بأن يؤثر على سعيه لكسب الاستثمارات الخليجية. وتبنى الرئيس التركي كأولوية لسياسته في هذه المرحلة خيار تصفير المشاكل مع دول الخليج وخاصة مع السعودية والإمارات من أجل استعادة الحضور الخليجي المالي والاستثماري والسياحي في الاقتصاد التركي الذي تأثر كثيرا بتوتر سياسي مجاني لجأ إليه أردوغان في فترة سابقة. وبالانتقال إلى صحيفة الخليج الإماراتية التي عنونت هجمات مسلحة على مقار حزبية جنوبي العراق، تعرضت مقار حزبية لهجمات مسلحة الليلة قبل الماضية جنوب العراق وفق ما ذكرت تقارير إخبارية أمس الاثنين، فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن استرداد مبالغ مالية كبيرة وعقارات دولة في بغداد والنجف والأنبار. وذكرت التقارير أن مقار حزبية تابع لحزب الدعوة وعصائب أهل الحق وأنصار الله الأوفياء تعرضت الليلة قبل الماضي إلى هجمات مسلحة في محافظة النجف، وأضاف أن الاتهامات وجهت لأنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتنفيذ هذه الهجمات. على صعيد المتصل، ظهر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ظهر أمس وهو يزور أحد المقار التي تعرضت لهجوم الليلة قبل الماضية، وهو أبرز ظهور للصدر منذ أن أعلن اعتزاله العمل السياسي في أغسطس 2022. ونقرأ في صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت الخماسية تهدد بإجراءات ضد معرقلي انتخاب رئيس للبنان. هددت دول اللجنة الخماسية لأجل لبنان معرقلي انتخاب رئيس للبنان بإجراءات إذا لم يحرز تقدما، مطالبة أعضاء البرلمان اللبناني بالالتزام بمسؤوليتهم الدستورية والشروع في انتخاب رئيس البلاد. جاء ذلك في بيان صدر في الدوحة التي استضافت اجتماعا ضم ممثلين عن مصر وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، في حضور موفد وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان لمناقشة الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها. ورأى المجتمعون في البيان أن إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهارا للشعب اللبناني يعتمد على ما ستقوم به القيادة اللبنانية، وأكدوا أهمية أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني مسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد. فاصل ونواصل. تنضم إلينا من غرفة الأخبار الصحفية أمل معمي. صباح الخير أمل. صباح الخير إسماعيل لك ولجميع المشاهدين.
أمل، لو تابعنا يعني موضوع الأخبار والجولة التي يقوم بها رئيس النظام التركي، جولة خليجية لقد بدأها من السعودية، ماذا وراء هذه الجولة أمل؟ نعم إسماعيل، هذه هي سياسة أردوغان البراغماتية، ولا نستعجب أبدا من استدارة أردوغان اليوم إلى دول الخليج طلبا للمساعدة وللأموال. أنت تعلم إسماعيل أن تركيا سعت لتعزيز دورها في المنطقة بشكل عسكري في العراق وسوريا وأيضا ليبيا، ولكن هذا أدى إلى توترات كبيرة بينها وبين دول السعودية والإمارات ومصر، أيضا إيوائها للقادات للأخوان المسلمين زاد هذا التوتر، وأيضا قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في سفارتها في إسطنبول، سفارة سعودية في إسطنبول في 2018، كل هذا أدى إلى زيادة التوترات بينها وبين دول المنطقة وخاصة دول الخليج. اليوم في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا وانهيار الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في التاريخ، نعم إسماعيل، أدرك هنا أردوغان أن عليه التدخل. طبعا كل هذا أيضا، هذا التدهور وهذا التضخم كان بسبب سياساته الخاطئة والغير تقليدية في البنك المركزي التركي وفي جميع مؤسسات الدولة التركية، كل هذا أدى إلى مسألة التضخم، الأزمة الاقتصادية، الديون. أدرك أردوغان اليوم أن عليه هو الاستدارة نحو الدول الإقليمية وخاصة دول الخليج ربما لإنقاذ هذا الاقتصاد. هذه الزيارة ستكون خلالها أو ستجرى خلالها اتفاقيات واستثمارات على يعني يتوقع 30 مليون دولار في الفترة، في خلال الزيارة ستكون هناك 10 مليار دولار وتصل إلى 30 مليار دولار خلال المدى البعيد. هذه هي سياسة أردوغان وهذا ما يبحث عنه، هو يعني إنقاذ الاقتصاد التركي. نعم أمل يعني اليوم يعني كل ما عانته تركيا و النظام التركي كان يعني باتباع سياسات رئيس النظام التركي رجب أردوغان فيما يخص الاقتصاد وحتى التدخلات في دول المنطقة وحتى سياسة الابتزاز، يعني كلها أدت إلى يعني إلى إنهاك أو إلى توترات في السياسة الخارجية التركية مع الدول الإقليمية وحتى يعني المجال العالمي. اليوم يعني التراجع أو الاستدارة نحو دول الخليج، ما الثمن الذي ستدفعه تركيا؟ إسماعيل، دائما تركيا تبحث عن مصالحها، وتحدثنا عن السياسة البراغماتية لرئيسها أردوغان. اليوم تركيا تبحث عن سوق لتصريف منتجاتها، وتحدثنا أيضا أنها تبحث عن منقذ لهذه الأزمة الاقتصادية التي تمر فيها. تركيا دائما تتجه بحسب نقاط القوة والضعف لديها، هي الآن في حالة ضعف وهي بحاجة إلى دول الخليج لإنقاذ هذا الاقتصاد واستدارت إليه. لا نعلم فيما بعد ذلك أين ستكون مصالح تركيا وأين ستكون سياستها، ولكن هناك بحسب مراقبين هناك تغير في سياسة تركيا الخارجية، هناك نوعا ما العودة إلى حضن الناتو، الابتعاد عن روسيا، العودة إلى التأثير في الدول، أن يكون لها أيضا دور في الدول الإقليمية هنا في المنطقة، الاستدارة نحو الخليج. هناك حديث أيضا عن أن تركيا ربما تسلم الملف السوري إلى دول الخليج لإيجاد حل لهذه الأزمة السورية التي لم تستطع تركيا أن تقدم أي حل سوى التدخلات والهجمات المتزايدة والمتكررة واستغلال هذه الورقة دائما. إذا السياسة التركية البراغماتية لا يستطيع أحد أن يعول عليها، فهي تتحرك بحسب المصالح، بحسب مصالح أردوغان وبحسب مصالح النظام التركي الذي يحدد سياسته الخارجية. نعم أمل، أيضا أمل يعني موضوع الجولة أردوغان الخليجية، اليوم هذه الجولة أو الزيارة تأتي بعد يعني حدوث انفراجة دبلوماسية في التقارب بين
إيران وبين السعودية بوساطة صينية. اليوم هل تحاول تركيا أن تجد لها موطئ قدم في المنطقة ويكون لها دور في المنطقة؟ نعم إسماعيل، هذا صحيح. تحدثنا قبل قليل أن تركيا كانت تريد أن تعزز دورها وقوتها في المنطقة عن طريق يعني التعزيزات العسكرية، عن طريق التدخل العسكري في هذه الدول، ورأت أن هذا غير مفيد وأدت بها إلى مشاكل مع دول المنطقة، وتحدثنا عن الأزمة الاقتصادية. اليوم وبعد وجود تحالفات في المنطقة، وكما تحدثت عن التقارب السعودي الإيراني مؤخرا بالوساطة الصينية، وأيضا تقارب الدول العربية مع سوريا، الإمارات وعودة الإمارات والسعودية وبقية الدول، وإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، كل هذا أدرك أردوغان أن هناك قوة ستخرج بقيادة السعودية. طبعا السعودية هي لها دور القيادة في المنطقة، وكانت تركيا تنافس هذا الدور سابقا ولا زالت تنافس، ولكن اليوم وبعد هذا التدهور الاقتصادي الكبير الذي تعاني منه تركيا، ربما هي تحاول أيضا أن يكون لها دور في المنطقة، وهذه الاستدارة نحو الخليج ليست فقط في يعني للإنقاذ الاقتصاد التركي والحصول على الأموال، أيضا أردوغان يسعى من ورائها لتعزيز وجوده في المنطقة كقوة مؤثرة نوعا ما. هذا ما يطمح إليه أردوغان دائما، أن يكون له تأثير في المنطقة. وفي الأيام القادمة سنشهد ما إذا كانت هذه العلاقات الاقتصادية ستؤدي إلى وجود أو يعني عودة العلاقات السياسية أيضا، وأن يكون لتركيا دور معين في المنطقة، خاصة وكما تحدثنا أنها بدأت من تغيير سياستها الخارجية. نعم، أمل أيضا سؤال يعني موضوع، لقد ذكرت أن ربما ينعكس هذه الجولة على موضوع الأزمة السورية والاحتلال التركي في سوريا. اليوم السعودية يعني قامت بتطبيع العلاقات مع سوريا وأيضا الإمارات. اليوم هل ربما الدعم الاقتصادي لتركيا سوف يكون يعني أحد شروطه موضوع يعني الانسحاب مثلا من سوريا، أو تراجع تركيا عن سياستها، أو يعني إلى حد ما تراجع في هذا الموضوع؟ إسماعيل تفضلي. يفرض نفسه، نعم إسماعيل، أقول أن هناك سؤال يفرض نفسه، أن دول الخليج ومن خلال هذه الاستثمارات، يعني السعودية وضعت 5 مليار دولار في بشكل إيداعات أو وديعة في البنك المركزي التركي، الإمارات ضخت 100 مليار دولار في الأسواق التركية، قطر من قبل ذلك، فالعلاقات بينها وبين قطر مستمرة طبعا ولم تنقطع، الحليف الدائم لتركيا. هذه الاستثمارات، والآن أردوغان في هذه الجولة وبصدد الحصول على 30 مليار دولار كاستثمارات أيضا على المدى البعيد، طبعا الآن سيكون هناك 10 مليار دولار. كل هذا يطرح سؤال، هل الدول الخليجية يعني ربما تفرض نوع من الشروط على أردوغان في سبيل إنقاذ الاقتصاد التركي؟ وأدرك أردوغان أن سياساته الخاطئة في الاقتصاد وفي التدخلات العسكرية في الدول المجاورة، ربما أدرك أنها كانت سياسة خاطئة. اليوم ومع هذا التقارب والاستدارة نحو دول الخليج، ربما يكون هناك انفراج للملف السوري، خاصة وأننا شاهدنا أن جميع الاجتماعات التي كانت تقام في أستانا لم تفضي إلى أي شيء بالنسبة للأزمة السورية، بالعكس زادت هذه الأزمة وزادت من احتلال التركي للمنطقة والوجود التركي والوجود الأجنبي بشكل عام في المنطقة. إذن ربما هناك لنقل فرض شروط معينة من قبل دول الخليج للضغط على تركيا، وبالتالي ربما انفراجها في حل الأزمة السورية أو تسليم الملف السوري من قبل تركيا إلى دول الخليج لحل ما في سوريا، بسبب وضع أردوغان الاقتصادي السيء والسياسي الأسوأ أيضا، ربما ذلك. جزيل الشكر الصحفية أمل معمي، كنت معنا من غرفة الأخبار، شكرا على هذه المداخلة.
في شأن الشرق أوسطي، نشرت صحيفة العرب اللندنية مقالا للكاتب محمد أبو الفضل تحت عنوان منافسة أم صراع على أفريقيا. انتهى زمن الصراعات الكثيفة والمحتدمة بين القوى المختلفة على أفريقيا، فلم تعد مقاربة أي دولة كبيرة أم صغيرة يمكن اختزالها في إزاحة أخرى، فغالبية الدول الأفريقية خرجت من هذه الشرنقة وتستطيع تحديد مصالحها، ولا توجد قوة عالمية قادرة على التحكم في مفاصل الحل والعقد بمفردها، فقد امتلكت دول عدة زمام أمورها بما جعلها لا تستسلم لهيمنة قوة خارجية وتدير علاقاتها على أساس المصالح. نكأت جولة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لكل من كينيا وأوغندا وزيمبابوي، والتي اختتمت الخميس الماضي، الكثير من الجروح السياسية والاقتصادية والعسكرية، فقد صورها البعض نوعا من التسلل الإيراني الناعم إلى القارة، بينما هي تندرج ضمن منافسات تقوم بها دول عديدة لا تقتصر على الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند وفرنسا أو تركيا وإسرائيل ومصر والسعودية والإمارات وقطر والجزائر. أصبحت أفريقيا بما تملكه من موارد طبيعية وفيرة وأهمية جغرافية ممتدة وتهديدات أمنية بعد ولوج جماعات متطرفة لها، فضاء مغريا لقوى باحثة عن مصالحها. وقد تنوعت القوى المؤثرة وفقا لقدراتها وإمكانياتها وما تريد تحقيقه من قائمة مصالح طويلة ودرجة الاستجابة من الدول المستهدفة التي تملك مستوى مرتفع من القبول أو الرفض حاليا. ويؤكد النضج الظاهر في التفاعلات الإقليمية والدولية أنها لم تعد مستقبلة فقط، وخياراتها تحددها بنفسها وليس وفقا لإملاءات أو شروط فوقية. أدركت دولة مثل إيران هذه المسألة وحاولت عبر جولة إبراهيم رئيسي تأكيد أنها لا تريد تصدير ثورة أو فرض هيمنة أو مناكفة قوى أخرى. وكشفت تشكيلة الوفد الذي صاحبه وضم عناصر اقتصادية أن الهدف تعزيز المصالح المشتركة والبحث عن فرص واعدة للاستثمار وليس الاستنزاف لأي من الدول وتوريطها أو إحراجها. إلى الشأن العالمي. عالميا، صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عنونت الألغام الأرضية تحبط الهجوم الأوكراني المضاد. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن المقابلات مع القادة والجنود الأوكرانيين الذين يقاتلون على طول الجبهة تشير إلى أن التقدم البطيء يعود إلى مشكلة رئيسية واحدة هي الألغام الأرضية. وأوردت الصحيفة أنه لكسب الأرض يتعين على القوات الأوكرانية أن تشق طريقها عبر مجموعة متنوعة وكثيفة من الألغام الأرضية الروسية التي لم تتخيلها أبدا. وأضافت أنه يعوق الجيش الأوكراني نقص الدعم الجوي والشبكة العميقة من الهياكل الدفاعية التي بناها الروس، مشيرة إلى أن المجموعة الواسعة من الألغام وأسلاك التعثر والشراك الخداعية والعبوات الناسفة هي التي تعثرت بها القوات الأوكرانية على بعد أميال قليلة فقط من المكان الذي بدأت منه. وبحسب الصحيفة، لطالما كانت الألغام عنصرا أساسيا في الحرب الروسية، لكن حقول الألغام جنوبي أوكرانيا شاسعة ومعقدة تتجاوز ما كان معروفا من قبل، كما يقول الجنود الذين دخلوها. وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن ما يصل إلى 20% من الأسلحة التي أرسلتها أوكرانيا إلى ساحة المعركة خلال الهجوم المضاد تعرضت للتلف أو الدمار، وفقا لمسؤولين أمريكيين وأوروبيين. وبالانتقال إلى صحيفة القدس العربي التي عنونت زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لمواصلة صادرات الحبوب من دون موافقة روسيا، لسنا خائفين. أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الاثنين أن بلاده مستعدة لمواصلة صادراتها من الحبوب عبر البحر الأسود رغم إعلان موسكو انتهاء الاتفاق بحكم الأمر الواقع. وقال زيلينسكي في تصريحات شاركها المتحدث باسمه سيرجي نيكي فوروفا على فيسبوك: حتى من دون روسيا يجب القيام بكل شيء حتى نتمكن من استخدام هذا الممر للتصدير في البحر الأسود، لسنا خائفين. وأضاف في خطاب المسائي اليومي أنه بعث رسالتين رسميتين إلى رئيس نظام تركيا رجب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقترح عليهما مواصلة الصادرات، واعتبر أن أوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا يمكن أن تضمن بشكل مشترك تشغيل ممر الغذاء وتفتيش السفن. وأكد أنه تم تصدير نحو 33 مليون من المنتجات
الزراعية الأوكرانية إلى 45 دولة بموجب الاتفاق الذي أبرمته أوكرانيا وروسيا في تموز يوليو 2022 بوسط تركيا والأمم المتحدة. من جانبها أعلنت موسكو الاثنين انتهاء الاتفاق المهم بحكم الأمر الواقع بعد ساعات على هجوم ليلي شنه الجيش الأوكراني بطائرات مسيرة على جسر القرم. ونقرأ في صحيفة الخليج الإماراتية التي عنونت رغم الاضطرابات ماكرون يتمسك باستمرار بورن رئيسة للوزراء. قال مسؤولا في مكتب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن ماكرون عاقد العزم على استمرار إليزابيث بورن في منصبها رئيس الوزراء رافضا الضغط لتغيير الحكومة بعد بضعة أشهر صاخبة. وأثارت اضطرابات استمرت شهورا احتجاجا على خطة ماكرون لإصلاح نظام التقاعد في الربيع، إضافة إلى أعمال الشغب والنهب التي استمرت 5 أيام في مدن فرنسية في وقت سابق هذا الشهر. دعوات بين المعارضين السياسيين وبعض المطلعين على الحكومة لإجراء تعديل وزاري، لكن مع عدم وجود مرشح واضح ليحل محل بورن التكنوقراطية السابقة التي يقول منتقدوها إنها تفتقر إلى الكاريزما، إلا أن مؤيديها يقولون إنها أوفت بالعديد من تعهدات ماكرون في حملة الانتخابية. بالفعل قرر الرئيس الفرنسي إبقاءها على رأس الحكومة. وأضاف المسؤول لضمان الاستقرار والعمل المتعمق قرر الرئيس الإبقاء على رئيسة الوزراء، وأردف أن الرئيس الفرنسي سيقدم أيضا معلومات بخصوص خططه في الأشهر المقبلة بحلول نهاية الأسبوع. فاصل ونعود. وتنضم إلينا من موسكو مراسلتنا مرام حمسي. صباح الخير مرام. أهلا إسماعيل، صباح الخير. مرام، لو بدأنا من روسيا، يعني في ظل الحديث عن رد قوي لروسيا على تفجير جسر القرم، ما خيارات روسيا للرد على هذه الضربة؟ يعني إسماعيل، بعد التفجير الثاني الذي يشهده جسر القرم في أقل من عام واحد، تشتعل التصريحات الروسية من جديد وتتوعد برد قاسي. أبدأ من تصريحات الكرملين التي جاءت على لسان الرئيس بوتين بعقده سلسلة من الاجتماعات مع جهاز الأمن الفيدرالي، مع رئيس القرم، مع أيضا عدد من نواب الوزراء. قال بها بأن الرد قادم، وأن ما قامت به كييف هو عمل إرهابي بحسب وصفه، وقال بأن وزارة الدفاع الروسية بدأت بالعمل على المقترحات والإجراءات للوصول إلى الرد المناسب. أيضا الخارجية الروسية وصفت هذا العمل بالإرهابي، وقالت بأن كييف وحدها لا تستطيع القيام بتنفيذ هذه العملية، وإنما هناك جهات غربية تقف وراء هذا الدعم لكييف والوصول إلى مرحلة التفجيرات الإرهابية. وجسر القرم يعتبر تفجير إرهابي بحسب وصف المتحدثة ماريا زخارفا. أيضا التصريح اللافت لنائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف، قال بأن الرد يجب أن يكون بالقضاء على القيادات الأوكرانية باستهداف منازلهم، وهذا التصريح طبعا يعتبر خطير كون أنه مخالف للقوانين الدولية، وأيضا حث على استهداف أقارب القادة الأوكرانيين أيضا. إذن كل هذه التصريحات تندرج في إمكانية تنوع الرد الروسي، ولكن بحسب طبعا الخبراء أن الرد يمكن أن يكون عسكري كما شهدناه في المرة الأولى، أيضا استهداف للمناطق الأوكرانية، استهداف للعاصمة الأوكرانية والمراكز الحكومية المتواجدة في كييف. إذن حتى الآن لا يوجد أي تصريح حول أمكانية الرد وما يمكن أن تقوم به موسكو لحفظ ما الوجه بالدرجة الأولى. وأيضا من خلال بعض تصريحات الخبراء وآرائهم التي تؤكد أن الدفاعات الروسية يجب أن تكون معززة بشكل كبير في على جسر القرم تحديدا لما يملك من أهمية استراتيجية بالنسبة لروسيا، وأن الدفاعات
الروسية فشلت في التصدي لهذه العمليات للمرة الثانية على التوالي، وبالتالي سيكون الرد الروسي مناسب لما تأتي به اقتراحات الخبراء العسكريين، إضافة إلى أن الرد هو أمر محتم كما قال الرئيس بوتين. ننتظر لنعرف ما يمكن أن تتخذه وزارة الدفاع الروسية من إجراءات للرد على كييف بهذا الهجوم. نعم إسماعيل، أعود إليك. مرام، أيضا صفقة الحبوب يعني تأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام في وسائل الإعلام والصحف. موسكو تنسحب من الصفقة وتلوح بتعطيل الشق الأوكراني لهذه الصفقة، وأيضا مواقف وتصريحات روسية ودولية يعني قوية اليوم، يعني شروط أيضا لروسيا للعودة إلى تمديد الصفقة. آخر تطورات مرام؟ يعني بالفعل إسماعيل، أبدأ بأن روسيا علقت مبدئيا العمل باتفاقية الحبوب إلى أن تتم تنفيذ جميع شروطها، ومن ضمنها أعطاء الصلاحيات لتوريد الأسمدة والأغذية ورفع الحظر عن خط الأمونيا المار من أوكرانيا، إضافة إلى التسهيلات الجمركية والتسهيلات على وسائل النقل والملاحة البحرية. هذه الشروط حتى الآن تعتبر روسيا أنها لم تنفذ، رغم إعطائها فرصة أو إعطاء الاتفاقية فرصة لأكثر من مرة بتمديدها. لكن بحسب التصريحات الصادرة من الخارجية الروسية، أنها أكدت وقف العمل بهذه الاتفاقية، وأبلغت كل من تركيا الطرف الضامن وأيضا أوكرانيا والأمم المتحدة بقرارها النهائي. أيضا الكريملين من خلال اجتماعات الرئيس بوتين قال بأن تفجير القرم ليس له علاقة بوقف هذه الاتفاقية، وأن القرار كان متخذ مسبقا من قبل موسكو. أما التصريحات الدولية، أبدأ بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي قال أو صرح بأنه يؤسفني بشدة قرار روسيا القاضي بإنهاء العمل باتفاقية الحبوب، وأيضا بالنسبة للضمانات الأمنية وإلغائها من قبل روسيا والتي ستشكل خطرا على الملاحة البحرية وخاصة في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود. بينما المسؤول عن الشؤون الخارجية في الأمم المتحدة جوزيف بوريل قال بأن ما تهدف إليه روسيا هو استخدام سلاح التجويع للضغط على الأمم المتحدة وعلى أوكرانيا في مجال اتفاقية الحبوب، وحث روسيا على التراجع عن هذا القرار. أيضا البيت الأبيض أشار بأن ما تقوم به روسيا هو خطوة خطيرة ستؤدي إلى تجويع الملايين، وحث الوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تراجع روسيا عن هذه الخطوة. ولكن جميع الدلائل طبعا تشير إلى أن روسيا حتى الآن متمسكة بقرارها، وأن جميع ما تقوم به الأمم المتحدة من محاولات، وكذلك رئيس النظام التركي الذي أيضا قال بأن نظيره الروسي بالفعل يرغب باستمرار هذه الاتفاقية، ولكن طبعا هذا التصريح هو أحادي الجانب. روسيا لم تعطي أي بوادر لرئيس النظام التركي أردوغان حول هذا الشأن، وأن الحديث يصب في مصلحته. وطبعا نحن نعلم أن التوترات بين أنقرة وموسكو أيضا باتت تطفو على السطح، وربما يكون القرار الروسي هو أيضا كرد فعل على ما قام به أردوغان من تخلف لوعوده في عدد من النقاط، وآخرها تسليم القادة العسكريين الأوكرانيين إلى أوكرانيا. إذن جميع العوامل بعدم تحقيق الشروط الروسية، بخذلان قدمه أردوغان لموسكو، أيضا الرد على الهجوم الأوكراني على جسر القرم، جميعها شروط تؤكد أن روسيا حتى الآن ستبقى متمسكة بإلغاء هذه الاتفاقية. نعم إسماعيل، أعود إليك. مرام، انتقلنا إلى موضوع آخر. كان هناك تقرير يعني أمس من حكومي بريطاني يحذر أن داعش والقاعدة يخططان لهجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة اليوم. هل هناك معلومات وتفاصيل عن هذا الموضوع؟
يعني هذا التقرير هو الأول من نوعه الذي يحدد استراتيجية بريطانيا في التعامل مع الحالات الإرهابية. منذ 5 سنوات لم تصدر بريطانيا هذا النوع من التقارير. صحيفة ذا تايمز البريطانية أن وزيرة الداخلية البريطانية ستقوم بإعطاء تقرير حول أهم التفاصيل لمكافحة الإرهاب الذي بات منتشرا بكثرة في المملكة المتحدة، وتقول بأن التهديد الإرهابي لجماعات القاعدة وداعش هي الأكثر خطورة في المملكة المتحدة، وتؤكد أن معظم وقت جهاز الاستخبارات البريطانية يتم هو مخصص لمحاربة هذه المجموعات. أيضا أكدت أن من المتوقع، أو الصحيفة أكدت بأنه من المتوقع في التقرير الحكومي الإشارة إلى صعوبة تتبع النشاطات المتطرفة من قبل الجماعات الإرهابية، كون أن أغلبها يتم تنسيقه عبر مواقع في الإنترنت، ويصعب ملاحقة الأفراد بشكل شخصي، إنما جميع هذه العمليات يتم دراستها والتخطيط لها عبر مواقع منتشرة في الإنترنت. أيضا أشارت وزارة الداخلية أن بعض الدول ربما تستفيد من هذه الهجمات وتغذيها في الداخل البريطاني كإيران وروسيا، وطبعا أشارت هنا إلى أن هاتين الدولتين يمكن أن يكون لهم أيدي في دعم بعض المجموعات لإثارة البلبلة في الداخل البريطاني وزعزعة الاستقرار من خلال تحريك هذه العمليات الإرهابية. إذن بحسب أيضا بعض الإحصائيات، هناك مؤشر أو هناك تقارير تشير إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب تفتح تحقيق بحوالي أو فتحت تحقيقات بحوالي 800 تحقيق خلال العام الماضي بتهم وجرائم إرهابية، إضافة إلى أنه تم القبض على أكثر من 150 شخص خلال العام الماضي متورطون بعمليات إرهابية في الداخل البريطاني. إذن جميع هذه الأمور ستشير إليها التقارير الحكومية الصادرة من وزارة الخارجية البريطانية، وننتظر طبعا ما يمكن أن تقوم به من إجراءات في الداخل البريطاني لمكافحة هذه الأنواع من العمليات الإرهابية والمسؤول عنها بالدرجة الأولى القاعدة وداعش. نعم إسماعيل، أعود إليك. جزيل الشكر مراسلتنا مرام حمصي في موسكو، شكرا على هذه المداخلة. في الشأن العالمي، نشرت صحيفة الخليج الإماراتية مقالا للكاتب يونس السيد تحت عنوان الصين في عيون الغرب. لا يمكن فهم تناقضات المواقف الأمريكية تجاه الصين بمعزل عن الصورة السلبية التي تحاول واشنطن أن ترسمها لبكين في عيون الغرب خدمة لأهدافها ومصالحها الاستراتيجية، وبالتالي فهي تعلو وتهبط وفقا لمخططاتها هي، ولو على حساب مصالح الطرف الآخر والعالم بأسره. التقارب مع الصين ومحاولات ردعها في آن، ومحاولات تسخين الأجواء ثم تبريدها، جزء من السياسة المتبعة للإبقاء على الهيمنة الأمريكية في الساحة الدولية، لكنها أيضا جزء من الصراع الدولي الشامل على النظام العالمي الجديد، وهي تدخل أيضا في محاولات شيطنة التنين الصيني القوة الاقتصادية والعسكرية الصاعدة لخلق تلك الصورة السلبية في أذهان العالم الغربي باعتبار الصين هي ما يمثل التهديد الحقيقي للغرب مستقبلاً. ومن هنا يمكن تفسير سعي واشنطن لإصلاح العلاقات مع الصين خشية اندلاع حرب اقتصادية وتجارية معها لن يكون لصالحها في ظل الظروف الدولية الراهنة، وتجنب احتمال قيام حرب تجارية بينهما سيؤدي حتماً إلى ركود في الاقتصاد الأمريكي بحسب الخبراء، الأمر الذي تخشى واشنطن بشدة تأثيره في الانتخابات الأمريكية المقبلة. وبالتالي فإن زيارات المسؤولين الأمريكيين ولقاءاتهم المكثفة مع المسؤولين الصينيين مؤخراً كانت تستهدف منع التصعيد أو السماح باندلاع تلك الحرب، لكن المشكلة تكمن في المحاولات الأمريكية لفصل الاقتصادي عن السياسي والأمني والأديولوجي، وهو ما ترفضه قطعاً الصين التي قد لا تمانع في الذهاب إلى حد المصالحة الاقتصادية وفق شروط عادلة متبادلة، لكنها ترفض أي مقايضة أو تراجع في مشكلة تايوان التي تعتبرها جوهر قضاياها
لكنها ترفض أي مقايضة أو تراجع في مشكلة تايوان التي تعتبرها جوهر قضاياها وباروميتر علاقاتها مع الغرب. وفي هذا السياق بات من الواضح أن الصين ترفض التخلي عن علاقاتها المتنامية مع روسيا لصالح تحسين علاقاتها مع العالم الغربي، لإدراكها طبيعة المناورات الأمريكية الهادفة إلى احتوائها بمعزل عن مصالحها وما تعتبره حقوقها السيادية والقومية. والآن إليكم حدث في مثل هذا اليوم. إلى أخبارنا المنوعة. أخبارنا المنوعة بداية من صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت ينجو بأعجوبة بعد أن انتهى في المحيط الهادئ لشهور. أنقذ بحار أسترالي وكلبه بأعجوبة بعد أن أمضيا شهورا في المحيط الهادئ يأكلان الأسماك النيئة ويشربان مياه الأمطار. والتقطت سفينة صيد سمك تونا تيم شادوك وكلبه بيلا قبالة سواحل المكسيك بعد أن رصدت مروحية مرافقة للسفينة قربهم. وغادر شادوك المكسيك في أبريل متجها إلى بولينيزا الفرنسية، إلا أن عاصفة هبت بعد أسابيع قليلة من الرحلة ودمرت الأجهزة الإلكترونية الموجودة على قاربه. وأظهرت لقطات لإنقاذ شادوك حصلت عليها شبكة ناين نيوز الأسترالية الرجل النحيل ذو اللحية الكثيفة أثناء حديثه إلى السلطات. وفي أخبارنا المنوعة، باستخدام شرانق دودة القز يصنع الشاب التونسي أحمد زغل قطع فنية للديكور بتقنيات يدوية صديقة للبيئة. لنتابع. والآن وقفة مع الكاريكاتير. نهاية الجولة، شكرا كرم المتابعة، ولا تنسوا زيارة موقعنا الرسمي اليوم tv.net. إلى اللقاء.